معلش يا جماعة، أنا بس آسف، أنا مش على بعضي، كنت بتفرج على مسلسل لعبة نيوتن. شكل المسلسل ده هيجيب أجلي. أنا مش حمل توتر يا جماعة، أنا ماشي بالعلاج أصلا، والمصيبة إني مش عارف أخد موقف من شخصيات بحبهم وأكرههم في نفس الوقت، بزعق لهم وأتعاطف معاهم في نفس الثانية زي عيالك كده. وبعدين مصيبة تجر التانية تجر التالتة. أيوة أنا فهمت التتر أخيرا، واسم المسلسل. كل فعل له رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه. الله علي الله علي، ربنا يبارك لي. على فكرة أنا لما بشغل دماغي أحيانا ببقى كويس، وعشان كده أنا يا جماعة بقول لكم أحداث المسلسل ده حلها إننا نسحب الموبايلات من الشخصيات. بجد التوتر اللي احنا عايشين فيه ده من اول رمضان ده كان حله بس كده، ان كل واحد يركز مع تليفونه من الاول، وطالما مش عارفين يبقى نسحبها. يعني مثلا انا خلاص قرفت منك ومن اللي بتعمليه معايا، جبت اخري، مفيش راجل يقبل الوضع اللي انا فيه ده، وانا مش هحضر لي نفسي عشان تردي عليا. انت مش هتفضلي على ذمتي يوم تاني، انت طالق يا هنا. ليه كده يا حازم؟ ليه كده يا هنا؟ مش لو كنت فتحت المسج في ميعادها مش بعد شهر كان زمان المية رجعت لمجاريها. طب بدل يعني حالة الصدمة اللي انت فيها دي، ما تبصي على الرسالة اللي وراها. الراجل ندم والله، والله العظيم ندم. ويا مارك يا مارك، يا ريت اوبشن ديليت فور ايفري ون نطول صلاحيته شوية. ساعة مش كفاية، خليها شهر سنة عشان خراب البيوت اللي احنا فيه ده. يلا معلش معلش معلش، انا هاخد كوب ميه بقى، مش قادر مش قادر. انا صايم. ايه ده، محد يشيل ام الميه دي؟ لا حاطين لي ميه هنا يا باي. وانت بقى يا هنا نركز بقى، والنبي نركز بقى عشان اللي جاي اسخن من اللي راح. نهدى يا هنا، والنبي يا هنا.